وبالتالي الحيطه المعموله كانت وقفه صح، كره منقوله خطيره راح هناك احمد هايل، خطيره خطيره، جول جول للعربي الكويتي، جول للهداف فهد الرشيدي، جول لفهد الرشيدي يسجل اول اهداف المباراه لصالح الزعيم العرباوي. قلنا المساله اذا ما تسجل عليك ان تنتظر، عليك ان تنتظر. ضيع الفتح ثم ضيع الفتح ثم اضاع الفتح ثم كانت الأخطاء من الفتح، والنتيجة هدف للعربي يصعب المسألة لكنه لا ينهيها إطلاقا. هذا الكرة من أحمد هايل اللاعب الأردني، عكسية عرضية جميلة جدا، تواجد معها اللاعب الهداف، اللاعب اللي لعب في 2007-2008 في الدوري السعودي وسجل 3 أهداف في الدوري السعودي في مشاركته مع الحزم السعودي درجة أولى هذا الموسم.